الفيلم اللي ما عجبتنيش نهايته او نهايته مش منطقيه تيتو. فيلم لا تراجع ولا استسلام. ابراهيم الابيض. فيلم بدل فائد وفيلم ملاك اسكندريه. فيلم تيتو. فيلم المركب. فيلم الحياه منتهى اللذه بتاع حنان ترك. حبيبي دائما. لو انا هحط نهايه منطقيه للفيلم كنت ممكن اخلي مثلا ان البطل يعيش وان خلاص هو الراجل تاب. هو نهايته كانت مفتوحه يعني هو الياباني ده نزل له في الاخر وما الموضوع ما خلصش. انا كان نفسي الموضوع يخلص ان هو يعيش ويكمل ويتجوز اللي كان بيحبها وحياته تتغير. احمد عز كان طالع بشخصيتين، الشخصيه اللي عانت في حياتها هي يعني هم اللي موتوها في الاخر، ان هي اخر الفيلم ما تموتش، ان هي تعيش وتكمل يعني تكون طلعت من الاكتئاب وتكمل حياتها مبسوطه. كلهم يبقوا عايشين عادي ويروحوا وان هم اتبسطوا وقعدوا خروج اصحاب مع بعضهم كده والدنيا جميله ومشوا الدنيا تمام عادي جدا. انا مع فكره النهايات السعيده ولا انها تبقى منطقيه؟ لا، مع انها تبقى منطقيه. لا، بحب النهايات السعيده حتى لو مش منطقيه. سعيده ومنطقيه الاثنين عادي. انا من ناحيتي كمشاهد ممكن احب ان هي ما تبقاش منطقيه. كنت سعيده بس ما كنتش منطقيه. يعني مش هقول لك السعيده بس لا المنطقيه. لا، النهايه المنطقيه حتى لو مش سعيده احسن. السعيده جدا. رايي في الافلام اللي بتسيب نهايتها مفتوحه بحب قوي الافلام دي. لا، ما بحبهاش، احب الموضوع يخلص عشان ما الواحد ما يقعدش بقى اوفر ثينكينج بقى يشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. لا، عايزين نعرف كل حاجه على طول. يبقى حلوه بس بيطولوا ساعات ما بيعملوش لها اجزاء. مع فكره النهايه المفتوحه. ما بتطول ما يكونش ليها اي اجزاء تانية ولا اي حاجه يعني، فبتسيب الخيال اللي يسرح بقى زي ما كل واحد عايز يتخيل. ادونا حاجه. ايه بقى انا استفدت ايه من ان انا اتفرج على الفيلم؟ لا، انا عايزاك تقول لي حاجه استفدت يعني من الفيلم او ان انا اتفرجت فيه قصه كده، فيه هدف. ما بحبهاش، بضطر ان انا اكمل النهايه من دماغي عشان اقدر ان انا اشوف الفيلم يعني. نهايه كويسه نكون احنا مقتنعين بيها. مع ولا ضد ان الافلام يتعمل منها اجزاء ولا ليه؟ لا، في كده وفي كده يعني، في افلام ممكن تعمل منها اجزاء عادي خالص لو الموضوع مستاهل اجزاء او شادد المشاهد تمام، لو هو اجزاء على الفاضي لا. هي لازم يتعمل منها اجزاء لان ما ينفعش فيلم يتعمل نهايته ما يبقى ليها تكمله وما يعملوش لها جزء. من ناحيه ان انا اكمل اجزاء عشان العمل الاولاني نجح ده فشل، عشان الاجزاء الاولى ما بتكونش كافيه بكل المراحل اللي انت مستنيه تشوفيها يعني. البطل يكمل بقيه المراحل اللي هو عايز يكملها مع مثلا بيحب واحده هيتجوزها ايا كان. لا، تعملي منها جزء تاني بس اكتر من كده بتبوغ بصراحه، ما بتبقاش حلوه. لا، ضد، لان اي فيلم اتعمل منه جزء تاني بيكون دايما الجزء فاشل، لان هو الفيلم حلاوته في بدايته، لما يبداوا يحوروا فيه مش بيفقد اللذه بتاعته.